السلام عليكم. مرة تانية معلش يعني I've seen too much of my face لكن استحملوني بقى معلش. الحقيقة الموضوع ده يعني لأن في a lot of controversies يعني في debatable issues كتير، والحقيقة إن الفكرة الأساسية كانت إن إحنا نعمله ديبيت ما بيني وما بين الدكتور عادل عبد العزيز، بس طبعا كالعادة يعني الدكتور عادل رجل كثير المشاغل ويعني كل وقته مع الاي دي اف والدبليو اتش او، فما عندوش وقت لللوكال بيبول زينا، فما قدرناش نعمل الديبيت. فانا مضطر ان انا اقول وجهتي النظر تو دي اور نوت تو دي. This is my disclosure. This presentation has nothing to do with industry. والحقيقة ان انا يعني الريفرنس بالنسبة للداتا اللي موجودة في المحاضرة دي انا اخدتها من الثلاث مصادر دول، في ريفيو ارتكل منشوره في الاندوكراين كونكت في فبراير 2019، وفي برضه انذر ريفيو ارتكل منشوره في الاندوكراينولوجي ريفيوز في النيتشر في فبراير 22. وطبعا كالعاده ما فيش محاضره دلوقتي تخلو من كلمتين على الكوفيد 19، ففي برضه ريفيو ارتكل منشور في الكلينيكال نيوتريشن في فبراير أو في نوفمبر 2021. أنا الحقيقة هتكلم بسرعة على 3 points، يعني rapid review of vitamin D physiology followed by proven and unproven benefits of vitamin D supplementation. Once we decide إن احنا ندي فيتامين D يبقى ال therapeutic considerations، هندي إيه؟ ندي لمين؟ ندي بدوزس إزاي؟ ندي parenteral ولا oral؟ الى اخر البراكتيكال ثيرابيوتيك كونسيدريشنز. الفيتامين دي فيسيولوجي زي ما حضراتكم عارفين 90% من الفيتامين دي بيجي من السان اكسبوجر. السان اكسبوجر بيحول ال 7 دي هيدروكوليستيرول اللي موجود في السبكتينيوس تيشو بيحوله الى فيتامين دي 3 او كوليكالسيفيرول، و 10% بس بيجوا من الدايتري سورسز اللي هو الفيتامين مينلي الفيتامين دي 2 اللي بيجي من البلانت سورس زي المشروم وغيره، والانيمال سورسز او السي فود وكده بيجيب الكوليكالسيفيرول او الفيتامين دي 3. سواء فيتامين دي 2 او فيتامين دي 3 بيروح للليفر ويبقى هيدروكسيليتد على البوزيشن 25 علشان يبقى 25 هيدروكسي فيتامين دي، وده الاباندنت فيتامين دي في السيركيليشن واللونجست هاف لايف، يعني الهاف لايف بتاعته حوالي 3 أسابيع. وعلشان كده احنا لما بنيجي نعمل استيميشن للفيتامين دي ستيتس بنطلب من المعمل ايه؟ 25 هيدروكسي فيتامين دي. بعد كده ال 25 هيدروكسي فيتامين دي هيروح للكدني ويحصل له سكند هيدروكسيليشن، يبقى 125 باي هيدروكسي فيتامين دي. ده الاكتف فورم وده اللي بيشتغل مينلي على الانسينال ابزوربشن اوف كالسيوم، بروموتنج الانسينال ابزوربشن اوف كالسيوم، وبالتالي بيحسن الكالسيوم ليفل وبيحسن المينراليزيشن اوف بون، اند ات از اسينشال فور بون هيلث. فيتامين دي مليان اسامي، كوليكالسيفيرول يعني فيتامين دي 3، ارجو كالسيفيرول يعني فيتامين دي 2، كالسيديول اللي هو 25 هيدروكسي فيتامين دي، كالسيتريول اللي هو 125 هيدروكسي فيتامين دي، اسامي كتير تلخبط، بس يعني حاول تلاقي لنفسك صيغه يعني تستخدمها طول الوقت عشان ما تتلخبطش. الانكتيفيشن بيحصل بالسكند هيدروكسيليشن ات 24 بوزيشن، يعني ال 25 هيدروكسي فيتامين دي لو حصل له اديتيف هيدروكسيليشن على 24 يبقى 24 25 ده انكتيف فورم وبيبقى اكسكريتد في البايلو في الكدني، او ال 125 هيدروكسي فيتامين دي برضه 24 هيدروكسيليشن يبقى 124 25 فيتامين دي، وده بيبقى انكتيف فورم وبيبقى اكسكريتد في البايلو الكدني. السان اكسبوجر له اصول يعني بيختلف from season to season، بيختلف حسب الالتيتيود، بيختلف حسب التايم اوف ذا داي، بيختلف حسب البودي كومبوزيشن اوف ذا بيرسون، وبيختلف حسب الانفايرمنتال بوليوشن. ففي السمر 10 دقائق كفايه، سبرينج اند اوتم 20 دقيقه، وفي الوينتر 30 دقيقه ار انف فور سان اكسبوجر. طبعا اكثر من كده بريدسبونزنج للميلانوما والسكين كانسر، فبرضه ما نفرضش في استخدام الشمس. برضه الشمس لازم تكون شمس مباشره، يعني ما ينفعش شمس من وراء الازاز،
الالترا فايولت ريز ما بتعديش الازاز، يبقى لازم شمس مباشر، ولازم يبقى السكين يبقى دايركتلي اكسبوزد، يعني النقاب والهدوم دي برضو بتمنع الابزوربشن اوف فيتامين دي او بتمنع السبكوتينس فورميشن اوف فيتامين دي. والسكين كلر برضو الدارك سكين غير الفير سكين، ده بيأثر على الفيتامين دي فورميشن في السبكوتينس سبيس. وده الامبول فورم، الامبول فورميشن في البوستون اتعمل، وزي ما احنا شايفين اعلى نسبه فيتامين دي بتيجي في الصيف، يعني في 20 يونيو الساعه 12 الظهر، دي اعلى تركيز، يعني غير ما احنا فاكرين ان احنا يعني تعرض للشمس الصبح ولا اخر النهار، لا الظهر واشعه الشمس بيربنديكولر بس ما نطولش. الدياتري سورسز بتاعت الفيتامين دي ما هياش كتير قوي، لكن اغناهم السالمون فيش، ومش الفارمد سالمون فيش، لا الوايلد سالمون فيش، مش بتاع المزارع، لا اللي بيجي من الميه، وده بيدينا جرعه كبيره جدا، بيدي من حوالي من 6000 الى 10000 يونت لكل 3.5 اونس. 3.5 اونس يعني 100 جرام، عشان تضرب تقريبا في 9 وشويه يعني حوالي 100 جرام. ال 100 جرام بيدونا حوالي 600 ل 1000 اللي هي ديلي ريكويرمنتس وزياده كمان. علشان كده الاسكندنافيان بيبول بالرغم من ان ما عندهمش شمس، لكن علشان عندهم النيوتريشنال سبلاي بتاعهم كافي، ما بيحصلش عندهم برضو فيتامين دي ديفيشنسي. ده رابيد فيسيولوجي اوف فيتامين دي. البينيفيتس اوف فيتامين دي، الحقيقه بدايه القصه كانت فيتامين دي اساسا اكتشف علشان الريكتس زمان في القرن اللي فات، الريكتس كانت فيري كومن، وفيتامين دي لما اكتشفوه اكتشفوا ان هو السانشاين فيتامين اللي بيحمى من الريكتس، سموه فيتامين دي لانه كان فيه، كان رقم 4، كان فيه قبله A و B و C، عشان كده سموه دي. فالبروفن بينيفيت اوف فيتامين دي از مينراليزيشن اوف بون، وبالتالي ات بروتكتس اجينست ريكت اند اوستيوماليشيا اند اوستيوبوروزيس. لكن الفيتامين دي ريسبتورز ار بريزنت ان اولموست افري تيشو، موجوده في كل الجسم، وبالتالي الفيتامين دي ريسبتورز ممكن تبقى ليها جينيتك افكت، وممكن يبقى ليها دايركت افكت على السيل بروليفريشن وعلى الكانسر بروتكشن وعلى الكارديوفاسكولار ديزيز وعلى البريفنشن اوف دايابيتس. وعشان كده ده سبب الهوجه بتاعه فيتامين دي، ان ممكن فيتامين دي ات بروتكتس اجينست ا لوت اوف ديزيزز، لكن الكلام ده الى حد ما يعني ات از نوت بروفن. ففي تجارب كتير قوي اتعملت، واشهرهم الخمس تجارب دول، دول بنسميهم الميجا ترايلز، الفيتال ستادي. الفيتال دي كانت في اليو اس اي، وكانت على حوالي 25000 عيان او 25000 شخص يعني، والفيتامين دي انترفينشن كانوا بيدوه 2000 يونت بير داي، وكان مينلي الاند بوينت على الكانسر بروتكشن والكارديوفاسكولار مورتاليتي والكانسر مورتاليتي. الفيدا ترايل دي كانت في نيوزيلاند، وكانت على 5000 عيان، والبيريد اوف ستادي كانت اكثر من 3 سنين، ومينلي كانت على الكارديوفاسكولار ايفنتس اند مورتاليتي. دي تو دي، دي كانت في اليو اس اي وعلى اكثر من 2000 عيان، وكان مينلي على الجلايسيميك كنترول وال يعني delayed progression to type 2 diabetes. ناس بري diabetes دون فيتامين دي وشافوا rate of progression to type 2 diabetes. الدو هيلث ستادي دي كانت في اليو كي، وكانت معمولة على عدد كبير أكثر من 2000 عيان، وكان فيها يستخدموا الاكسرسايز والأوميجا 3 والفيتامين دي بتبديل وتوفيق، يعني أوميجا 3 لوحده، فيتامين دي لوحده، اكسرسايز لوحده، دول مع بعض ودول مع بعض ودول مع بعض. في الاخر كان في 8 جروبس، وشافوا الايفكت اوف ذيس جروب على الهيلث اوتكمز، حوالي 5 اوتكمز، منها السيستوليك والدايستوليك بلاد بريشر والكارديوفاسكولار مورتاليتي والكانسر بريفنشن والبروجريشن تو تايب 2 دايابيتس، كان فيها اوتكمز كتير. واخيرا الكالجاري ستادي دي كانت في كندا، وكانت معموله على عدد اقل شويه، حوالي 400 عيان، وكانت مينلي على البون مينرال دنسيتي او المينراليزيشن اوف بون. لسه برضو كمان من حوالي اسبوعين في دراسه طالعه من اليابان على البروجريشن تو تايب 2 دايابيتس، استخدموا الفيتامين دي، وقالوا برضو ان الفيتامين دي هاز نو افكت على البروجريشن اوف تايب 2 دايابيتس اكسبت ان وان سب جروب اللي كان فيهم الانسولين ديفيشنسي،
لكن الناس الانسولين عندهم بري دايابيتس وعندهم انسولين ريزيستنس وما فيش انسولين ديفيشنسي الريت اوف بروجريشن تو دايابيتس ووز ذا سيم سواء اديت فيتامين دي او ما اديتش فيتامين دي. وده بيلخص علاقه الفيتامين دي بموست اوف ذا ديزيزز وحسب الثيكنس اوف ذا ارو يعني كل السهم البوينتر مش شغال حسب تخن السهم يعني بيبان علاقة فيتامين دي بالديزيز يعني فيتامين دي علاقته بالكالسيوم وبالبون مينراليزيشن واضح it goes beyond the doubt. الإفكت على الإميون سيستم برضو الإفيدنس قوي يعني برضو بيأثر سواء على الإنيت إميونيتي أو على الأدابتف إميونيتي. على الإنيت إميونيتي هيقلل الإنفكشن وبالتالي كان في ناس كتير بيقولوا إن هو it may protect against COVID-19 وعلى الادابتيف اميونيتي بيقلل الاوتو اميون بروسيس وبالتالي ات مي بي بينيفيشال ان اوتو اميون ديزيزز لايك سيستميك سكليروزس فور اكزامبل تو اليسر اكستنت لو افكت على الهرمون سكريشن سواء الانسولين او الفايبروبلاست جروث فاكتور 23 او الباراثايرويد هرمون والريليشن بقى مع الاذر ديزيزز كارديوفاسكولار مورتاليتي الهايبرتنشن البروجريشن تو دايابيتس البرين ديفلوبمنت الديمنشيا والكوجنيتيف فانكشن والديبريشن كل دي في اوبزرفيشنال ستاديز قالت ان الحالات دي بتبقى اسوشيتد مع لو فيتامين دي لكن الانترفينشن وان احنا ندي الحاجات دي it did not correct these diseases. يعني الفكره كلها جايه من ان لما كانوا بيشوفوا الامراض دي كانوا بيلاقوا في فيتامين دي واطي مين الكوزال ريليشن او الانفيرس كوزال ريليشن ازير يعني ممكن يكون الديزيز ده هو اللي وطى فيتامين دي وليس اللو فيتامين دي او الانسفيشنت فيتامين دي هو اللي بروديوسد ذا ديزيز فالكوز افكت ريليشن واز نوت ذير. يبقى السترونج ريليشن مع البون هيلث مع الاوتو اميون ديزيز ومع الهرمون سكريشن الريليشن اوف فيتامين دي تو اذر ديزيز ستيتس از نوت ذات سترونج. اخر حاجه بقى الثيرابيوتيك كونسيدريشنز وانس ان احنا قررنا ان احنا هندي فيتامين دي هنديه ازاي بقى نعمل سكريننج لمين يعني نعمل بوبوليشن سكريننج نعمل فيتامين دي ليفل لكل الناس اللي هو 25 هيدروكسي فيتامين دي ولا نعمله سيلكتد جروب ولو عملناه نعمل ايه ولو ادينا فيتامين دي نعيد تاني التحليل بعد قد ايه طب ندي فيتامين دي الدوز ازاي سواء البريفنشن او الثيرابيوتيك نديها انترا ماسكولر ولا اورال نديها ديلي ولا مانثلي ولا ويكلي ولا ييرلي كل دي فورمز اوف فيتامين دي سبلمنتيشن. اول حاجه السكريننج يعني لانها فيري فيري كومون ديزيز زي ما انتم شايفين كده الـ يعني الانسيدنس اوف فيتامين دي ديفيشنسي في كندا 61% في امريكا 36% في نورثرن يوروب 92% فيري هاي بريفالنس ولما يكون في هاي انسيدنس ده ات مي بي ا ريزون فور بوبوليشن سكريننج لكن يو دونت دو بوبوليشن سكريننج لان ما فيش بينيفيت من الانترفينشن عشان كده الكونسنسس في الاخر حتى في مصر ده دي الستاتستكس بتاعت ايجيبت ودي بيبر الدكتور رائف ملاك والمجموعه بتاعت عين شمس نشرها في الاندوكراين ابستراكتس واتعملت على حوالي 4000 عيان النورمال كانوا 17% لكن كان في حوالي 16% عندهم انسفيشنت فيتامين دي و36% عندهم مودريت ديفيشنسي واكثر من 30% عندهم سيفير فيتامين دي ديفيشنسي ان اور كونتري ايجيبت. الهاي انسيدنس ده it does not يعني justify انك انت تعمل population screening والscreening should be justified for only high risk people اللي هم الناس اللي عندهم اكتر من 65 سنة وخصوصا لو في history of fall او non-vertebral fracture الناس اللي عندهم اللي كانوا exclusive لبريست فيدنج لان البريست ميلك بيبقى لو في فيتامين دي دارك سكيند بيبل الانسفيشنت سان لايت اكسبوجر الناس اللي بياخدوا ادويه زي الانتي ابيليبتكس والجلوكوكورتيكويدز دول بس اللي نعمل لهم فيتامين دي سكريننج. لو عملنا فيتامين دي سكريننج ندي العلاج ازاي ونعمل تاني بعد قد ايه بعد 8 اسابيع ولو كان وصلنا للديزايربل ليفل ويلاند جود لو ما وصلناش ندي كمان 8 اسابيع يعني شهرين كمان لو بعد 4 شهور
كان لسه برضو الفيتامين دي not corrected، يبقى أكيد في مشكلة في الكومبلاينس في الأدهرنس، غالبا بيبقى في مشكلة في الأدهرنس، أو يكون بقى في أذر ديزيز زي مالابزوربشن سندروم أو حاجة هي اللي بتقل اللي ما خلتش العريان يستفيد من الدواء. طيب كان يبورو 2 مينتس، أنا كنت سايبهم في المحاضرة القديمة. أنا عارف إن الرئيس شديد جدا. أصل أنا كنت عملت حسابي على 20 دقيقة دكتور عادل، والله أنا فوجئت إنها 15. الأسسمنت أوف فيتامين دي ستيتس، إحنا قلنا بنعمل 25 هيدروكسي فيتامين دي ومفيش اتفاق على الأرقام، يعني الجماعة بتوع اليو كي بيقولوا إن 12 نانو جرام، الجماعة بتوع الانستيتيوت أوف ميديسين بيقولوا 50 نانو مول، لما تتحول من النانو مول للنانو جرام اقسم على 2.5، يعني ال 50 دي تبقى 20 نانو جرام. الاندوكراين سوسايتي بيقولوا 75 اللي هي 40. اليوروبيان كالسيفايد تيشو سوسايتي بيقولوا 100. والكلام ده كله جاي من ان النورمال بوبيليشن اللي عايشين في افريقيا الفيتامين دي بتاعهم بيبقى اكتر من 100، وبالتالي يعني اكتر من 100 از ديزايربل برضه ما فيش مشكله. ودي الأرقام اللي احنا بنعتمد عليها، سيبكم من اللي في النص دي عشان ما نلخبطش، خلينا بالنانو جرام. دي الأرقام اللي احنا بنستخدمها في مصر، أقل من 20 بيبقى deficient، من 20 ل 30 insufficient، من فوق ال 30 sufficient، من 30 أو من 40 ل 60 optimal، وفوق ال 150 ده التوكسيك دوز. بندي فيتامين دي بقى الدوز ريسبونس كيرف، ندي قد ايه؟ يقول لك انك كل 100 يونت بترفع الهيدروكسي فيتامين دي 1 نانو جرام، بس الكلام ده مش ثابت، بيعتمد على البودي ويت وبيعتمد على الكالر اوف ذا سكين وعلى حاجات كتير. للبريفنشن بندي لغايه الادوليسنس ندي 400 وحده، من ديورنج الادوليسنس يعني من 20 ل 50 200 وحده كفايه، فوق ال 50 بنرجع تاني ل 400 وحده، والناس الالدرلي اللي فوق ال 65 سنه بندي 600 او 700 وحده. ده فور بريفنشن. فور تريتمنت ممكن يبقى ويكلي، ممكن يبقى ديلي، ممكن يبقى مانثلي، ممكن يبقى كوارترلي، ممكن يبقى ييرلي بالجرعات اللي مكتوبه دي. طب ندي فيتامين دي 2 ولا فيتامين دي 3؟ فيتامين دي 3، لان الفيتامين دي 2 الافينيتي بتاعته للبروتين الفيتامين دي بايندينج بروتين قليله، وبالتالي بيحصل له ديجريديشن بسرعه، يبقى بايو اكتيفيتي بتاعه الفيتامين دي 3 احسن من الدي 2. طيب ندي ديلي ولا مانثلي ولا ييرلي؟ الافضل ديلي، لان الستيد ستيت بتبقى ريتش اسرع في الديلي دوزنج، ولان الفيري هاي دوزنج لما بتدي مانثلي او ييرلي بتضطر تدي جرعات كبيره، وفي الجرعات الكبيره لقوا ان الانسيدنس اوف فولز اند نون فيرتيبرال فراكشرز واز هاير، وبالتالي ات از بيتر تو بي جيفن ديلي وندي فيتامين دي 3. وطب امتى ندي الاكتيف فورمز؟ امتى ندي 25 هيدروكسي فيتامين دي والالفا كالسيديول اللي هو ال1 هيدروكسي فيتامين دي وال125 هيدروكسي فيتامين دي؟ ده في حالات الليفر ديزيز والرينال ديزيز. امتى نقول ان في فيتامين دي انتوكسيكيشن؟ لما يوصل فوق ال150، والمين ساينز بتاع الفيتامين دي انتوكسيكيشن الهايبركالسوريا والهايبركالسيميا. Vitamin D is not given to everybody. Give it when needed. And when you consider vitamin D supplementation, خلي بالك من which form of vitamin D, جرعات قد ايه, daily ولا monthly, and for how long, and how to monitor the disease progress. Thank you, and sorry for